طفل وشاب ومشجع زورائي، واني قلت طيب الذكر رائد خليل، قلت له كابتن هذا خليه من اول يوم يفيدكم. ابنك ابني 19 سنه عمره، قلت له خليه يفيدك، يفيدك قل لي يفيد، ما يفيد طلع. وموجودين اصدقائه زملائه بقى وياهم سنه العام. بابا علمني، قلت له بابا انت شنو تريد راسا تلعب؟ ابقى بابا. ها كابتن؟ قال لي لا. كابتن محسن؟ قال لي نعم التربيه. والمهم يعرفون الولد الحمد لله وشكر، بقى حمودي وياهم. هاي السنه طلع على المدرب، تدري ايش قايل له؟ وخو اصدقاء وصلوا لي، ما اريد اذكر اسمائهم حتى ما ياثرون عليهم. يقول لهم هذا ابوه يهتف على الاداره وتريدوني ابقي؟ خلى طلع علي يروح يقطع على رزقي كابتن فلاح حسن. اها هو طفل ومشجع، وقال لي علي اخويا قال لي نوديه يم كاظم فليح بالقوه الجويه. قلت له لا عفوا عفوا، يعني لان تهتف ضد الاداره طلع ابنك حتى لو ما هو والله هاي ما حد يدري بيها والله، ما اريد اقول لك شنو طلعك. قلت له بابا يلا تحمل، ايش تريدني؟ طالعين ضد الاداره يبقوك يخلوك يلعبوك؟ قبله سووها ويا ويا عضو ويانا. طير الصوره الخاصه اللي اريد يتحدثون عنها. كثير فقدنا ناس. ايه. بس ما شاهدنا يعني مو بس الزوراء، هواية ناس يعني تألمت عليه، يعني انا واحد من الناس ما كنت اعرف المرحوم انه شوف هذا حبه للزوراء، هذا خلاصه. بعدين الاذاني انه معقوله شخص توفى وهو يعني بغض النظر يعني رجال عسكري لازم في يوم من الايام قدم للعراق. اني وين الخساره انه انا اشيل صوته وهو مات؟ الشهيد معقوله الاداره امير ما قبلت له هاي يعني الشهيد المقدم بشار. نعم الله يرحمه ويرحم جميع الاموات. طبعا انا صديقي من كان نجمه نجمه باوع بال 2008 بحي العامل الى حد الاستشهاد اخر. بس انا اقول لك اخر شوفه اني وبشار ويدري مقدم علي ابن عمه وماخذ رضيعته وياي بالرابطه ونقيب حسنين ولد عمه وياي بالرابطه. اخر شوفتي له مباراه القوه الجويه جول قوقيه، يعني الشعور ما اوصفه. نزع ملابسه قلت له بشار انت شايل مرسوم جمهوري لا تتصور وتروح الوزير داخليه. قال لي لا الله، قال لي ما اقدر بعد. والمقطع شاكر وينه جمهور احنا، هو برتبته العسكريه تصور ونقص بشار وموجوده يدري علاء وثائر وفهد وعلي كلهم الولد وحق كنا ندري. تصور والنقل بشار من الكاظميه النقل الى كركوك الله. وبعدين النقل للناصريه نقلته هاي الاداره. بشار خواني عازمنا غدا هو بيخطيه ولا صاحبنا ويانا، وصار استشهاد بشار الصبح. بقيت انا ومقدم علي بن عمه ما مصدق، متنا متنا يعني بشار مو هيك انسان. والدليل كلها تحبه ليش؟ كلها تحبه، ما عنده وجه مكروه. اولا انسان دارس وضابط ومحب للنادي، وشفته مقاطع بحياته مو انا جاي اروج له. فسويت اللافته قلت الكابتن على قاطع، قلت له ابو الحسن من طلعنا من المغتسل وهذا عقيل وياي وعباس الكظماوي وياي، قلت له يا ابو الحسن اللافته سويتها مال كابتن بشار خلي اللاعبين يرفعوها. اوكي قال ماشي. اجينا للملعب والله حتى ضايجين. اللافته باوع مشرف المباراه ما له دخل، قالوا رجعوها. ابو الحسن قال لا انا لو بيدي اعلقها بنص الساعه. قلت له شنو بنص الساعه؟ قلت له ماكو لعبه، قلت له صوره بشار دابا ترفع ماكو لعبه. حكيت المشرف قال انا مالي دخل، انا مالي دخل، هاي الصوره يريد يرفعوها خليه يرفعوها. حكيت كابتن صاحب عباس شكرا له ولاداره كربله واللاعبين، قال يجيب هالصوره البوستر جيبها. المهم يقول لك الكتب حبله قصير صاعد قايل جبنيت ابو ازاد جبنيت ما ترفع اللافته، والله شنو بيها؟ بيها رابطه مشجعين نادي الزوراء المركزيه. هسه اوكي انت ما رفعت مال الرابطه بيها المركزيه الرابطه، مو دزولك اعضاء الاولي تراس اللافته مالتهم ليش ما رفعتها؟ فشافوا التواصل الاجتماعي، شافوا الجمهور
واللاعبين ما تقرون سوره الفاتحه ها ما لكم دخل بالمباراه الثانيه اللي مال الحدود. من صار لغط؟ من صار لغط؟ صار موضوع الان. ليش ما رحت انت بنفسك يعني؟ تدري ابو بشار ابو نور ابو نور والد البشار تدري ايش يعشق الكابتن فلاح حسن؟ يعشقه يعشقه ها. ليش ما رحت له للفاتحه؟ لا تقول دزيت ابو ازاد اخر يوم من جاهم انتصال طلعت الرابطه وطلع الجمهور ضدكم. رحتوا نفرين او ثلاث نفرات ها. ليش ما رحت انت بنفسك كابتن فلاح حسن؟ رحت واديت التحيه. اولا مقاتل بطل مرسوم جمهوري كاريزما مشجع زورائي، والله كان يقول هاي الاداره فلشت نادينا. مو نفس دقه احمد راضي، شلون حاربتوا احمد راضي ومات احمد راضي؟ اليوم بشار فرح بقبره، بشار فرح بقبره بخروج الاداره، والمقطع ماله واضح، هاي الاداره فلشت نادينا. رسالتك المنتوج.